بعديها بعد حمص حصلت حتة جميلة اللاذقية. بعد حمص على طول كانت اللاذقية، ذهبوا إليها. أنت عارف ميناء اللاذقية؟ ذهبوا إلى ميناء اللاذقية فبرضو كانت محصنة، البرد لسه شديد، والمسلمون وغير انهم ما يريدون ان يخرجوا، وطال الحصار. عملوا ايه؟ عملوا حيلة جميلة، نزلوا حفر، فحفروا خنادق عميقة. بعد ان حفروها في اماكن معينة انتظروا فلم ينزل احد طبعا، فاظهروا لاهل المدينة انهم راحلون لان ما في امل، فنادوا واشار بعضهم الى بعض ارحلوا ارحلوا ارحلوا، فرحلوا بالنهار حتى بعدوا جدا. بالليل رجعوا على طريقة الفدائيين بقى زحفا وتهربا، حتى دخلوا هذه الخنادق ووضعوا شبه أغطية من الأشجار أو غيرها، حتى أصبحت الخنادق العميقة تحميهم، والخنادق لم تكن بجانب طرقتهم ولا بجانب الأبواب. فلما أصبحوا فتحوا الأبواب وأخرجوا بقى فرحانين، اخرجوا المواشي واخرجوا كل ما عندهم، وخرج الرجال والنساء والاطفال فرحانين وذاهبون بقى الى الايه الحقول والمراعي علشان اتفكت الازمة. حتى اذا خرجوا قامت الكمائن من الخنادق ونزلت ضرب، نزلوا ضرب فيهم على طول، ما معهم شيء. فعلى طول بعد ما الحقيقة دولة سلموا بمعركة بقى، ما كانش على صلح دمشق الا بعد ما اخذوا منهم ما اخذوا وسلبوا ما سلبوا وجمعوا من المواشي والاغنام والابقار والبغال والحمير والخيول العدد الوفير، فقالوا لهم اننا نسالمكم على ان نكون على عهد دمشق. قالوا خد على عهد دمشق، يلا. ما هو دول كلهم دخلوا الاسلام، ما هو دي الامة الاسلامية دلوقتي. هم ما كانوا يريدون قتلهم، مجرد ما يقول له انا امني على مالي وعرضي وارضي واعطيك عهدا من العذاب، حين يتأخرون عن دفع الضرائب، وكانت ضرائب لكل شيء. ما تعرف بعض الدول العربية او المسماة بالاسلامية النهاردة تجد اللي بتبيع ترمس عليها ضريبة، واللي ماشي في الطريق عليه ضريبة، واللي معاه سيارة عليه ضريبة، والمحل عليه ضريبة، وانفتح جزم عليه ضريبة، وانفتح للشباشب عليه ضريبة، وانباع ملوخية عليه ضريبة، وان مشي في الطريق عليه ضريبة، لا لسه، ان مشي في الطريق عليه ضريبة، ويمشوا بيجمعوا الضرائب من كل الست ما باعت مثلا ب50 فلس ادينا ضريبة الملوخية اللي بتبيعيها، خدي ادفع الضريبة، ما يخرب بيوتهم بالضرائب. فكانت الدولة الرومانية ما تركت اي باب من ابواب الظلم المادي الا وفعلها، فكان عندهم استعداد. النصارى انفسهم حين سئلوا لماذا اسلمتم للمسلمين قالوا اننا رأينا من عدل المسلمين ما لم نره من حكم المسيحيين. النصارى للدولة الرومانية. فالواقع ان هذا كان له اثر كبير وعظيم عندهم. بعدها بعد اللاذقية هيبتدي تحصل، هيروح على قنسرين، عشان ما غلطش لانها مدن كتيرة، على قنسرين. وفي مدينة قنسرين حصل انهم برضو تحصنوا، فكلمة خالد بن الوليد جاءت هنالك حين قال لهم وهو يخاطبهم: لو كنتم في السحاب
لأرسل الله ريحا حملتنا إليكم أو لأنزلكم إلينا حتى نقتلكم أو تدخلوا ديننا. فما تتعبوا أنفسكم لو جلستوا في السحاب، يا ربنا طلعنا لكم يا ينزلكم لنا، لكن تفكروا انكم تنفدوا منا، لا احنا جند الله ما جئنا لنكون غيره. وفعلا بعدها انتهت المسألة بالنسبة لهم، ويقال ان بعد قنسرين الهرقل هرب وقال كلمته المعروفة وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعده، ولن يدخلك احد الا برعب، ثم ذهب الى القسطنطينية وترك كل بلاد الشام. وكان ده اكبر دليل على ان الله سبحانه وتعالى اعز الاسلام وفتحه، وده الحديث اللي من زمان الرسول عليه السلام قال لهم في الشام انكم ستأخذونها. موقعة اجنادين، موقعة اجنادين، اجنادين دي افتكر في فلسطين، لانهم هيبتدوا هنا يدخلوا على بقى الجهات الفلسطينية هي اللي كانت الاردن، وتنزل بقى تاخد كل ما يحيط بها من نابلس وتلكرم، وتنزل لغاية ما تروح لغاية غزة، وكانت دي فيها حصون منيعة وقوية، ما كانت بتقف امام المسلمين. لكن حصل في اجنادين حاجة عجيبة، المسلمين حاصروهم فعلا. كان في رجل يعتبر اقوى رجل بعد هرقل، وهو الارطبون، وده اللي تسمعوا القصة فيه ان سيدنا عمر امر ان يتولى عمرو بن العاص حرب الارطبون، وقال لقد رمينا ارطبون الروم بارطبون العرب، فانظروا عما تنفرج. نشوف ايه اللي هيحصل. برضو الحصار دام طويلا. عمرو بن العاص كان يرسل رسلا، والقائد الارطبون يرسل رسل. في يوم من الايام عمرو بن العاص اراد، لم يكتشف الرسل غلته، ولم تعطيه المعالم الكافية في وصف الوضع في الداخل ووصف الجند والاحوال الداخلية، ففكر يدخل هو نفسه. فارسل الى الارطبون يخبره اني مرسل اليك برجل له رأي ليس كغيره من الناس، فاستقبله وتحدث معه. ودخل عمرو وبدأ يتكلم مع ارطبون الروم، فالرجل لمح من اسلوبه ومن كلامه ان هذا مش شخص عادي. طب ما الرسل مرت قبل ذلك، وكانت دائما تقول اميرنا قال كذا، قائدنا قال كذا. عمرو لا يكثر من هذه الكلمات، نفس الوقت بيتكلم كلام الواثق، ويتكلم كلام من ليس يفتل على كلامه احد. فالرجل قال لمن حوله هذا اما قائدهم او شبهه، ثم اشار الى رجل منهم بإشارة خاصة ان يختبئ لعمرو عند خروجه، وما قال انه عمرو، ان يختبئ له وان يقتله غيلة غدرا. عمرو فهمها فقال اسمع يا ارطبون الروم. قال نعم. قال ان ما تكلمت فيه وقلت انه لكلام جميل قد ارضاه، لكن لي اخوة عشرة كل على مثل رأيي، ونحن ان ابرمنا امرا فان القائد لا يمنع امرا ابرمناه ولا ينقضه.
فانتظرني حتى آتيك بهؤلاء العشرة، فإذا جئتك بهم وأبرمنا معك أمرا كان ذلك الأمر، وأظنهم سيكونون على مثل رأيي. الراجل فرح، قال بدل ما نقتل عصفور نقتل عشرة. وخرج عمرو وندى، وبعد أن ندى أرسل إلى الأرطبون: ليس بيني وبينك لا كلام ولا عربون، ما في إلا القتال. وحصلت المقتلة وقتل الأرطبون، وصالحوا على ما صالحت عليه من دمشق داخل. وبلغ عمر بن الخطاب، بلغته هذه القصة في وقتها، لأن عمر كان دائما يراسل الجيوش وتراسله، فلما بلغته القصة ضحك كثيرا كما تذكر الرواية، وقال: خدع أرطبوننا أرطبون الروم. الحرب خدعة، يعني والخداع في الحرب انت عارف انه أمر مشروع. بعدين بعد ما حصلت هذه الحالة في أجندين، هنجد نفسنا انه احنا هنروح على القدس على طول. دلوقتي الباقي من المدن ذات الأهمية مدينة القدس. مدينة القدس كانت معظمة عند اليهود وعند النصارى. هو موجود في هذا الوقت عدد كبير فعلا من اليهود، وكان بعض اليهود يسكن مدينة القدس نفسها، فتجمع أكبر عدد ممكن من النصارى ومن الجنود والحامية داخل هذه المدينة. كلهم تقريبا قالوا: إنا نسلم في كل جزء من هذه البلاد إلا مدينة إيليا اللي هي مدينة القدس، هذه لا نسلم المسلمين مفاتيحها أبدا. وأرسل عمر إلى أبي عبيدة ألا يترك القدس حتى يفتحها، وذهبت الجيوش وحاصرت القدس، وتمنعت القدس أن تفتح أبوابها، لكن الحصار اشتد عليها، وكل من فيها من الداخل أحسوا بأنهم لا يمكن، لأن أبو عبيدة جمع أكبر جيش ووضعه حول مدينة القدس، فكانوا كلما نظروا وجدوا جيوش المسلمين لا نهاية لها ومن كل جانب. وألقى الله الفزع في قلوبهم، فقالوا للمسلمين: إننا مستعدون أن نسلم المدينة لكم، لكن بطريقنا يقول إن مفتاح القدس لا يتسلمه إلا رجل معين من المسلمين، صفته كذا، طوله كذا، شكله كذا، عرضه كذا، يلبس كذا، لحيته شكلها كذا، فإن جاء هذا الرجل أعطيناه مفتاح المدينة. فجاء أبو عبيدة وقف وقال: أعطوني. فنظر إليه البطريق وقال: لا مش أنت، ارجع. جاء خالد بن الوليد وقال: ها أنا ذا. قالوا له برضو ضوى ابحث عن غيرها مش أنت. يزيد بن أبي سفيان: ما في فايدة. سرحبيل: ما في فايدة. وأخيرا كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إليه أبو عبيدة يقول له: إن الناس أبوا أن يفتحوا المدينة إلا لك، فمرنا برأيك. فعمر استشار المسلمين في المدينة، فقالوا له، أو الأكثرية قالت: يا أمير المؤمنين، هذا
آخر معقل لهم، وهي مدينة مقدسة عندهم، فلا مانع من أن تذهب أنت وتصالحهم. فعمر وجدها فرصة أن يلتقي بالمسلمين وبأمراء المسلمين وبقادة المسلمين في بلاد الشام، ويتعرف الأحوال والبلاد إلى آخره. ويقال إن عمر ذهب إلى بلاد الشام 4 مرات، ويقال إنه ذهب 2 مرات، ويقال 3، خلاف. لكن 4 مرات دي كبيرة شوية. فسيدنا عمر أرسل إلى أبي عبيدة: أني مقبل إليكم. وولى على المدينة سيدنا عليا كرم الله وجهه، وأمر أمراء المسلمين ممن تركهم أبو عبيدة أن يولوا مكانهم رجالا، وأن يقابلوه بالجابية. وذهب عمر بن الخطاب وقابله الأمراء بالجابية، وذهب إلى إلياء بيت المقدس. فذهب قابل هناك خالد بن الوليد، وقابلوا أبو عبيدة، وقابلوا الكبراء الإيه؟ كبار القادة. فلما قابلوا، تروى في رواية أنه كان لما ذهب عمر بن الخطاب كان معه من كبار الصحابة إيه ولا إيه؟ عمر بن الخطاب جاء بزكيبة فيها كسر خبز أو فيها سويق، وضعها إلى يمينه، وزكيبة أخرى وضعها إلى يساره، حملها على البعير. زكيبة واحدة فيها سويق، والثانية فيها تمر، وقربة مليئة بالماء، وما في غير كده. ده زاد القافلة، زاد القافلة ومعه جفنة. فإذا جاء وقت الطعام بيأكلهم في اليوم 2 مرات. فينزل عمر ويأتي بالسويق ويضعه في الوسط، ويرش التمر كده بكل نظام من حوله، وينزل عليه شوية ماء أو شوية لبن إن وجد، حليب، ويقول: كلوا هنيئا مريئا، نعم كبيرة هي من الله، كلوا. فيأكلون معهم، ما كانوا يبحثوا في مثل هذه الأمور، أي شيء ممكن يأكلوا. المهم القائد هو الذي حمل الطعام والشراب، وهو الذي أخذ الجفنة، وهو الذي يعد الطعام ويدعوهم لأن يأكلوا، وبيأكل. وعمر كان إذا تكلم ما حد بيكلم، أنا هعمل كده يعني أعمل كده، ما يعني ما عنده استعداد وهو يريد أن يخدم، أن ده يتكلم يمين وده يتكلم شمال، يقول له أعمل عنا، فيقول له اجلس، أساعدك، يقول له مش عاوز، خليك كما أنت، أنا ما أمرته. فهو بيحب دائما عمر رضي الله عنه، كما يقولون كان أشد الناس في حق وألين الناس في حق. يعني حاجة عجيبة في طبيعة عمر، كانت طبيعة عجيبة في تنفيذ أوامر الله، شديد جدا يخشاه الجميع، وفي رحمة الفقير والمسكين ولينه للضعفاء وخدمة المسلمين، تجد كأنه عبد لهم. كان عمر جاء في رواية انه كان يركب الجمل فترة والخادم يركب فترة، ففي الفترة اللي وصل فيها الى قرب بيت المقدس كانت النوبة لركوب الغلام، فقالوا له: يا امير المؤمنين، لو انك ركبت حتى لا يراك الناس. فقال لهم: نحن ما نصرنا الله الا بالعدل، وما ضاع العدل بين قوم فنصروا ابدا. ده اللي انا بعمله، العدل ده هو اللي جاء به النصر ده. اما ان عملنا العظمة والابهة وخدموا عبيد،
وظلمت انا هذا، يبقى قد تضيع البلد كلها بظلم مثل هذا. ده معنى كلام. لما قابلوا كان معاوية بن ابي سفيان من بين الناس اللي قابلوه، وابو عبيدة، وكانوا على الخيول، والخيول من تحتهم السرج عليها شيء من الحرير، فما ان رآهم عن بعد حتى نزل عمر بحث في الارض عن الاحجار وملى حجر طوب واحجار ونزل حد ضرب فيهم. رواية تذكر اكثر كتب التاريخ. وقال لهم هكذا، ابعد ان نصركم الله ولفترة سنتين يعزكم تفعلون هكذا؟ والله لو فعلتم هذا بعد 200 سنة لاستبدلت بكم غيركم. لو كانت الدنيا غيرتكم بسرعة كده بعد 200 سنة اتغيرتوا، بعد 200 كنت ابعدكم واتي بغيركم، لكن انتوا ما جاء النصر والعز الا منذ 2 فقط، يعني بعد ما انتصروا على المرتدين وبدأوا يفتحوا هذه البلاد. فخالد بن الوليد لما قالوا انها اليلامعة يا امير المؤمنين، ان الذي نركب عليه هي الاسلحة، نحن كلنا سلاح الان، وكشفوا له فوجدهم مليئين بالاسلحة ومستعدين للحرب، فقال اما هذا فنعم. ثم قابل ابا عبيدة وعناق وخالد وعناق والثالث والرابع، وبدأت إيه انواع العناق تشتغل. قالوا حكى له الموضوع وعرفوه كل شيء، وبعدين ابات واصبح، فركب ناقته وذهب ومعه القادة الى قرب جدار السور، فناداهم المسلمون الا ان امير المؤمنين قد حضر. فجاء البطريق ونظر اليه، فما ان نظر اليه قال حتى قال له انت هو والله، انت المكتوب في كتابنا ان يسلم لك مفتاح بيت المقدس. ثم نزل وفتح الباب وطلبوا الامان واعطوا الامان بالطبع وكتبوا العهد، وكان طلبوا طلب واحد فقط، قالوا نرجو الا يبقى في المدينة يهودي من الشروط. قال لكم هذه الشرط ده معاك، اخرجوا كل من فيها من اليهود. فاخرجوا كل من فيها من اليهود وتسلم المفتاح، وطلبوا طبعا العهد موجود ومكتوب الى الان ان كنائسهم تترك كما هي على ان لا يمنعوا احدا من الاسلام، وعلى ان يتركوا ذريتهم لتدخل الاسلام وتتربى على الاسلام، وعلى ان يدفعوا من الجزية كذا وكذا، وعلى ان يكونوا نصرا للمسلمين، الى اخر الشروط التي كانت بطولة. وفتح بيت المقدس، وكان هذا في 15 أو 16 من سيدنا عمر بن الخطاب، اخذ معه خالد بن الوليد، كان تركه قال له تعال بقى معي. وحاول هناك في المدينة، وجد ان خالد يعني امواله كثيرة جدا، قال من اين لك هذه الاموال يا خالد؟ قال هذه اموال الغنائم وامامك احصرها، فما زاد عن 60 ألفا فخذ. فامير المؤمنين والله وجدها فرصة وعملوا حصر لهذه الاموال، وجدوها تزيد عن 60 ب20 ألفا، فاخذ 20 ألفا وضمها الى بيت المال. وقال لخالد يا خالد انا ما عزلتك، والله انك الي لحبيب، والله اني لا ابغضك، انا ما عزلتك الا خشية ان يفتن الناس بك انت والمثنى ابن حارثة. انا عزلتك انت والمثنى ابن حارثة
خشية أن يفتن الناس بكما، وخشيت أن يقول الناس نصرنا بسبب خالد، وأردت أن يقول الناس نصرنا من عند الله. أنتوا فاكرين لما قلت لكم هذه العبارة من قبل أن عمر أراد أن يبين؟ الحمد لله وجدت هذه العبارة منصوصة. وهنا وعاش خالد هناك حتى خالد بن الوليد مات، وذهب عمر بن عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام بعد ذلك في فترة كان أراد أن يجوب في البلاد، لكنهم قالوا له، كان في سنة 18، إن طاعون عمواس قد استسرى. كلام سواء كانت سنة 18 أو 17، في هذه السنة هذا الطاعون أكل من المسلمين 25,000. وحصل الحاجة العجيب أن أبا عبيدة بن الجراح كان حاكم المسلمين وأميرهم في بلاد الشام. وحصل بعد كده بقى مواقع بسيطة، يعني معارك بسيطة كلها كانت تنتهي بالنصر وبالصلح، وبعض المعارك احتاج المسلمين فيها إلى أن يلتقي جيش العراق بجيش الشام حتى في الجزيرة حتى ينهوا المعارك الجانبية. لكن في سنة هذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح يعلم أن الطاعون لا يموت به إنسان إلا شهيدا، وأبو عبيدة كان يطلب الشهادة فلم يعطها، فما كان منه إلا أن وقف وأخذ يدعو ثم قال: اللهم اجعل لي من هذا الطعن نصيبا. فما إن قالها حتى أصبح فوجد الطاعون في يده ثم مات منه. قبل أن يموت خلف على المسلمين سيدنا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل ما إن صار هو الحاكم حتى وقف خطيبا ثم قال: أيها الناس، إن أبا عبيدة ذهب بها وتركني للدنيا، أما إني داع فأمنوا. ثم قال: اللهم اجعل لآل معاذ منه نصيبا. فأصبح فوجد ابنه قد أصيب، فخاف إن الدعوة ما تكونش جت فيه، فقال: اللهم اجعل لمعاذ منه نصيبا. فأصبح فوجد إيده ظهر فيها الطاعون، والطاعون ما كان إذا جاء لا يدفع إلا بقدر الله، يعني ليس له علاج وبيقتل على طول. انتوا عارفين إنه أصعب الأمراض التي تقتل بسرعة. فكان معاذ بن جبل يقبله، يقبل المكان اللي فيه الطاعون، يقبله مسرور به لأنه سيموت به شهيدا. مش عارف الجماعة دول كانوا مستبيعين بشكل لا يتصوروا. يا عم هم لهم الحق، ليل عبادة ونهار صيام وعمل كله لله، وكل واحد منهم بيطلب الموتة اللي ياخد بيها أكبر جزء في الجنة. عملية بسيطة، وما بين أن يدخل الجنة ويحرم إلا أنه بس يجي ملك الموت يلطس اللطشة وهو يروح داخل الجنة على طول. وأرواح المؤمنين في الجنة معلقة، تظل الأرواح معلقة وهيصة في الجنة حتى يأتي يوم القيامة. فبتشوف كل منازل أصحابه. والذين ماتوا وسبقوا الرسول عليه السلام أخبرهم أنهم هيصين في الجنة، يرزقون فيها ما يشاءون، وأنهم طلبوا من الله أن يعيدهم إلى الدنيا ليحاربوا ويقتلوا مرة أخرى من أجل ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم. فكانوا عارفين قيمة الحياة، عن الفرق بيننا وبينهم إنهم عرفوا قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، وأنهم أدركوا الأمور على حقيقتها، وإن احنا بنعيش في الوهم
ايه العيال ومين للعيال بعدك؟ طب ومين كان لك انت؟ ما انت كنت فاضي والان فاضي وقادر ربك بخبطة بتلقي نفسك في المستشفى وبيجري عليك الاولاد الصغار. ايه اللي بيحصل؟ وبخبطة تانية ما تلقي نفسك موجود وبتروح خالص وتجد اولاد الاولاد الذين ربوا يتامى، تجد كثيرين منهم كانوا احسن صاروا احسن من ابائهم. كان ابوهم سعيان وفقران وتعبان، الاولاد ربنا اكرمهم واعزهم واختار لكل ولد عمل مناسب، واصبح الاولاد يقبضوا معاشات ممتازة ويتصدقوا على ابيهم، ولد بيحج عن ابيه والتاني بيحج المرة الثانية والثالث بيعمل صدقة جارية لابيه والرابع بيعمل، وهو غلبان ظل حياته تعبان ومات تعبان، ويمكن نص الصلاة طيرها، وكل ما تسأل يقول لك الجري على العيش، الجري على الاولاد. مش قالوا في المثل الجري على المعاش افضل من الصلاة والصوم؟ انا مثل ده يا اخي، مش النبي قال الجري على المعاش افضل من الصلاة والصوم والصدقة؟ واخبط ادلة. فعايز اقول انهم كانوا خالد بن الوليد، علشان نترك امره، حتى خالد بن الوليد مات في زمن عمر بن الخطاب، ويقال ان الرجل، يقال في السير ان الرجل الذي لم تجب عليه الزكاة هو خالد بن الوليد. كان وافر المال لكن كان ماله لا يأتيه مال إلا ويوزعه، ثم يأتيه مال آخر ويوزعه. وخالد كقائد كان معمول له قسم كبير من أموال الدولة، فكان لا مع كثرة ماله لم تجب عليه الزكاة، لأنه دائما يمد يده بالإنفاق. والدولة لما بتكون دولة إسلامية ما بيكون فيها فقر ولا بؤس ولا شقاء. ليه؟ لان ما بتعرف الظلم، بتعرف الرحمة، والاموال بتوزع على المسلمين، والفقراء بيجدون من الناس عونا ورحمة ومن الحاكم اهتماما اكبر من الاغنياء، ولذلك بيتحولوا بسرعة الى اغنياء. واليتامى بيجدون كل واحد في الدولة كأنه اب لهؤلاء اليتامى. فالواقع ان الدولة بالصورة الاسلامية ما بيصير فيها هذا الشقاء الذي تعرفونه. خالد بن الوليد حين مات وجاءه قبل الموت المرض قال: لقد حضرت 100 زحف او يزيد، وما في جسمي موضع الا وفيه طعنة برمح او ضربة بسيف، وها انا ذا اموت كما يموت الجبان، اموت على فراشي كما يموت الجبان، فلا نامت اعين الجبناء. ولذلك قالوا في مبدأ موجود في السيرة، يقولون: لا تبحث عن رجل شجاع من شجعان المسلمين، كان يقتحم الاهوال ويبحث عن الشدائد وعن القتال الا وتجده مات على فراشه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، تكلمنا بالأمس عن انتصار المسلمين في موقعة القادسية، والقادسية باتفاق جميع المؤرخين موقعتها كانت أشد موقعة لاقاها المسلمون. حتى انهم بعد ذلك كان اذا جاءت معركة واشتد القتال فيها وكثر القتلى قالوا: هذه شبيهة بالقادسية
أو بيوم من أيام القارس. وندر من المعارك معركة يستمر القتال فيها 3 أيام كوامل، مكان في اليومين الأوليين ما كان القتال ينتهي إلا بعد أن يمضي جزء من الليل، أما اليوم الثالث فالراجح أن المسلمين قضوا الليل كله في المعركة وأن المعركة لم تنتهي إلا بعد الظهر من اليوم الرابع. وقد عرفنا أن معركة البويب خسرت فيها فارس 100,000، لكن معركة القادسية خسرت فيها فقط 30,000، بينما خسر المسلمون فيها 10,000، وهذا يدل على أن المسلمين بذلوا كل جهد واستماتوا إلى أبعد حد، كما يدل على أن الفارسيين حشدوا كل فارس وشجاع وكل قوة استطاعوا حشدها، وهم كانوا يدركون أن موقعة القادسية باعتبارها قريبة من بلاد العرب إن انتصر فيها المسلمون فإن جميع القرى والمدن في بلاد فارس سوف تستسلم نفسيا وتشعر من داخلها بأن القوة للعرب وأن الغلبة للمسلمين. والحقيقة أنك حين تقرأ التاريخ في هذه المرحلة تجد اسم العرب يذكر أكثر 10 مرات من اسم الإسلام عند المؤرخين، ويبدو أنهم حرصوا على أن يقولوا إن العرب الذين كانوا من قبل متفرقين متحاربين متعادين هم العرب الذين صاروا اليوم ينتصرون على أعظم دولة. صحيح دولة الروم والفرس كانتا دولتين عظيمتين، لكن كانت دولة الفرس هي الأعظم، يعني كانت تساوي أمريكا اليوم بالنسبة للاتحاد السوفيتي. فإذا انتصروا عليها فإنما ينتصرون بمبادئهم التي حملوها في نفوسهم. وأنا أعجب وأنا أقرأ التاريخ، والحقيقة أنني يعني سرحت وما استطعت أن أوقف نفسي، فوجدت الكثير الذي يستحق أن يجمع ويوضع في رسالة كصور للنقاء والطهارة والنظافة والعفة والصدق الذي كان عليه المسلمون. وأنت تشعر حين تقرأ هذا التاريخ لماذا انهار المسلمون في العصور الأخيرة ولم يستطيعوا أن يرفعوا لهم رأسا ولا أن ينتصروا في معركة. إذا قرأت
ان احد الرجال الجنود يقول: كنا ننظر في من حضر القادسية ونقول: أفينا أحد حضر للدنيا؟ ثم يجيب الرجل فيقول: فإذا بنا لا نجد إلا ثلاثة ظننا أنهم حضروا للدنيا، فخبرنا أمرهم بعد ذلك فكانوا أصدق الناس وأخلصهم بالنسبة للحرب والجهاد في سبيل الله. يعني اللي شكوا فيهم ظهر بعد أنهم كانوا أخلص الناس لله، هذا الذين شكوا. أما الباقي الباقون فكلهم كانوا على مستوى من الإيمان والإخلاص والعمل. لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. سعد بن أبي وقاص حين انتصر أرسل إلى عمر يقول له: استشهد فلان وفلان، واستشهد آخرون ممن لا نعلمهم لا يعلمهم إلا الله، وليس من استشهد بأفضل ممن بقي. فالكل كان ينتظر، معنى كلامه، فالكل كان ينتظر دوره في الشهادة، كان يطلبها ويرحب بها. ولقد كانوا هؤلاء المسلمون، يقصد، لقد كانوا إذا جنهم الليل، إذا جاء الليل لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فإذا جاء النهار فهم أسود لا تشبههم الأسود، يعني هم أشد من الأسود على أعدائهم دون شك. يعني هؤلاء نفر تربية المدرسة الإسلامية في أول ظهورها، تربية القرآن الغد، تربية من حضروا ومن شهدوا بدرا والحديبية وفتحوا مكة، فهؤلاء خلاصة بشرية لا تعوض. بعد أن أرسل سعد إلى عمر وأخبره بفتح القادسية، انتظر حتى تأتيه أخبار عمر وأوامره، وكان سعد لا يتحرك إلا بأمر عمر وبتوجيهه ووصيته، فهو لا يفعل شيئا من قبل نفسه. انتظرت الجيوش شهرين وارتاحت، ولكنها كانت تحاول من وقت لآخر أن تناوش القريبين منهم. الجيوش الفارسية حين هزمت ولت بعيدا، رجعت، فبعضها ذهب إلى المدائن وهي التي يسكن فيها كسرى، وكسرى لقب ملكهم، وكسراهم في هذا الوقت هو يزدجرد، وبعضهم هرب إلى حلوان مدينة عظمى، وبعضهم هرب إلى غير ذلك. وأرسل أبو سعد يقول لعمر: ماذا أفعل؟ إن الذين كانوا يفلحون الأرض ويسكنون القرى والمدن هربوا،
وبقي منهم طائفة كانوا قد صالحون من قبل، وآخرون قالوا إننا استكرهنا على حربكم والغدر بما عاهدنا الله معكم عليه. يعني معنا من الفلاحين قوم كانوا عاهدوا وثبتوا على العهد ولم يغدروا، وآخرون حين جاءت الجيوش الفارسية دخلوا معهم وحاربونا ثم أمكننا الله منهم، وآخرون هربوا، فماذا نفعل؟ فعمر قال لهم، قال للسعد: أما من بقي على عهده فأوف له، وأما من قال إننا أكرهنا فإن كان قد حاربكم بعد الإكراه، أو يعني بعد زعمه أنه أكره، فشأنكم به، شأنكم به، انظر، فإما أن تؤمنوه وإما أن تعلنوا الحرب عليه بعد أن تبلغوه مأمنة، يعني لا تقتلوه إنما خذوه وأخرجوه خارج الأرض التي احتللتموها، وقولوا له: أنت حرب علينا ونحن حرب عليك، لكن لا تقتلوهم عندك. ليه؟ لأن في احتمال ان دول فعلا يكونوا تحت ضغط الإكراه فعلوا ذلك. وأما من بعد عنكم، من هرب من الفلاحين، فشأنكم بهم، فإن كانوا غدرة فهم مثل من معكم، إما أن تحاربوهم وإما أن ترضوا بوجودهم، وإن كانوا أمنا، يعني لم يحاربوا ولم يغدروا، فأعطوهم مثل من حرصوا على العهد معكم.